سيدنا نوح هو أبو البشر الثاني. إذا كان آدم هو أبو البشر الأول فإن نوح هو أبو البشر الثاني. وفي حلقة سيدنا إبراهيم قلنا أن سيدنا إبراهيم هو أبو البشر الثالث. فللبشر آباء ثلاثة، آدم ونوح وإبراهيم. هؤلاء يسمون آباء البشر. فسيدنا نوح كان أبو البشر الثاني، ويلقب يا أستاذ دعاء بشيخ المرسلين. شيخ المرسلين، لأن سيدنا نوح عمر كثيرا. سيدنا نوح تقريبا عاش 1700 سنة، وقعد بس يدعو قومه إلى الله حوالي 1000 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فعشان كده بيسموا سيدنا نوح شيخ المرسلين، لأنه عاش كل هذا العمر وعمر كل هذا العمر في الدعوة إلى الله عز وجل والبلاغ عن رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. بعد سيدنا آدم كان في شيث، وبعد شيث كان في سيدنا إدريس، وبعد سيدنا إدريس كان سيدنا نوح. ما بين سيدنا آدم وسيدنا نوح، سيدنا ابن عباس بيقول كان حوالي 10 قرون. سيدنا ابن عباس بيقول إن في الفترة دي ما بين سيدنا آدم وسيدنا نوح كانت البشر كلها بتعبد ربنا سبحانه وجل وتعالى على التوحيد الخالص وعلى الدين النقي وعلى الإسلام، لأن الإسلام يا أستاذ دعاء هو دين كل الأنبياء. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل البشر وكل الخليقة من بعد سيدنا آدم لغاية سيدنا نوح كانوا على الإسلام وعلى التوحيد الخالص لله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى.